مرقص اصحاح 2 عدد 18، مرقص 2 18. فيفيان مرقص 2 18 طلعتي ولا طلع عندي؟ اوكي، بيقولوا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين واما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا، ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الايام. ليس احد يخيط رقعه من قطعه جديده على ثوب عتيق، والا فالملء الجديد ياخذ من العتيق فيصير الخرق اردا، يعني الجلابيه هتبوظ، فستانها يبوظ. وليس احد يجعل خمرا جديده في زقاق عتيقه، لئلا تشق الخمر الجديده الزقاق، يعني الخمر عشان حاميه، الخمر الجديده حاميه، والوعاء الفخار اللي اتحطت فيه قديم، اول ما حطيت الخمره في الوعاء اتشق باظ، فيحصل ايه بقى؟ فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديده في زقاق جديده. ولالهنا المجد الدائم الابد امين. المفروض اكلمكم النهارده عن الصوم، والصوم ده موضوع كبير، موضوع كبير في الحياه الروحيه، موضوع كبير في الحياه المسيحيه. حاولت بس النهارده ناخد كام فكره يخلونا لما نصوم نصوم صح ونستفيد من الصيام. الفكره الاولانيه اللي هناخدها اللي قريناها في الجزء ده، بعد كده هنقرا جزء تاني من انجيل معلمنا القديس متى. بس اللي انا مركز عليه انه لما بنيجي ندخل صوم زي ده، او الصوم الكبير، او صوم الميلاد، او اي صوم من الاصوام، بتبتدي تسمع كلام عن اهميه الصوم، وعن انه الصوم ده السلام بيعمل في الحياه الروحيه البدع يعني وفي الصوم ده بالذات يقول لك الصوم بتاع الميلاد ده نقلنا جبل المقطم ماشي، والصوم مش عارف يعمل ايه، ولما تصوم هيحصل معاك كذا وهتنتصر على الخطيه وهتبقى مش عارف ايه. وتيجي تبص في الواقع تلاقي ايه؟ تلاقي مفيش الكلام ده، مفيش كلام اللي بيقولوا عليه ده يا جماعه، مفيش. الصوم انا صمت بقالي كام سنه بصوم صوم الميلاد، من ساعه ما كبرت وعرفت اصوم بقالي كام سنه بصوم صوم الميلاد وزي ما انا، مفيش اي تغيير. فاهمين؟ فالافكار اللي هتكلم معاكم فيها النهارده مفاتيح بسيطه اخدها في حياتي الروحيه تفرق معايا، تخليني لما اصوم استفيد من الصوم، وغالبا هتنفع تتطبق على بقيه العبادات اللي هي صوم، صلاه، صدقه، بقيه الحاجات دي وهنجلها بعد شويه. الفكره الاولانيه اللي قريناها في انجيل معلمنا القديس مرقس اصحاح 2 بيقول لك ايه؟ انه جم التلاميذ قالوا، جم الناس قالوا للمسيح: ليه التلاميذ ما بيصوموش؟ راح ضرب لهم المثل ده، قال لهم: ما اقدرش نجيب رقعه من قماش جديد نحطها على جلابيه او فستان قديم، لانه يعني الشكل وحش، ثانيا الجلابيه بتمتد بتتقطع بسرعه والجديد ده قوي لسه، فبيقول لك يصير الخرق اردى، وما ينفعش اجيب خمره جديده احطها في وعاء قديم، لانه الخمره الجديده هتبوظ الوعاء والدنيا كلها هتبوظ. اي ثينك انه ده اللي حاصل معانا في حياتنا، انه بنحاول نعمل حاجات، الحاجات الجديده بنفس الشكل القديم بالطبيعه القديمه. يعني ايه؟ يعني لما بنيجي ندخل صوم زي صوم الميلاد ده، واي صوم، او اي صوم من اصوام الكنيسه يعني، بندخل فيه وانا لسه لابس الجلابيه القديمه، فبيصير الصوم عامل زي الرقعه. رقعه، جبت رقعه جديده حاجه حلوه، الصوم حاجه وحشه، محدش يقدر يقول الصوم حاجه وحشه، تقدر تقول كلمه وحشه في حق الصوم يا كافر يا زنديق؟ ما تقدرش. الصوم كويس، طب مال الصوم حطيته فين؟ حطيته على جلابية قديمة. يعني ايه؟ يعني بتبقى حياتي منفصلة خالص عن ربنا، بعيدة. بس لما يجي الصوم اعمل ايه؟ اصوم عادي، اجيب الرقعة احطها فين؟ وده اخطر حاجة ممكن تواجه الانسان في حياته الروحية، انه ياخد رقعة جديدة يحطها على حياته القديمة. القديمة، المسيح هنا قال مش هينفع الكلام ده، الجلابية هتبوظ والوعاء هيتكسر ومش هتستفيد حاجة. من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل في حياتنا الروحيه موضوع الرقع ده، الرقع ده.
ليه بنعمل الرقعة دي؟ أسباب كتيرة، بس أهمها إنه أنا بهرب من تأنيب الضمير. ما ينفعش ما أصومش، الكنيسة جت صامت، ما ينفعش ما أصومش، فلازم أصوم عشان الضمير بس ما يتعبنيش، فأجيب الرقعة أحطها على الجلابية بتاعتي. جلابية حياتي بقى كلها عاملة إزاي؟ مش مشكلة، مش مشكلة الجلابية عاملة إزاي؟ قديمة، جديدة، ماشية صح، ماشية غلط، المهم إن إحنا نحط الإيه؟ نحط الرقعة. وقف أحد الشباب على ناصية شارع سنان، الكشك بيبيع، عايز يشتري شيبسي. ألو؟ أيوة يا ماما. ابونا قال لكم ايه في اجتماع السيدات؟ الشيبسي بالفراخ صيامي ولا افطاري؟ وهو بيكلمها عدت واحده. ايوه يا ماما، ايوه جميل انت اللي معدي. ها يا ماما قال لك الشيبسي بال... طبعا المعاكسه مش مؤدبه كده، المعاكسات دلوقتي بقت سيئه يعني. جميله اللي معدي. ايوه يا ماما بالفراخ فطاري ولا صيامي؟ ايه ده؟ الجلابيه مالها؟ الجلابيه قديمه. الجلابيه قديمه، الحياة قديمة، الحياة بعيدة عن ربنا، الحياة ما فيهاش ربنا، ويجي يقول له صوم أصوم، مفيش مشكلة، أحط الرعاة الجديدة على الجلابية القديمة. المسيح بيقول إيه بقى؟ لأ، ما تعملوش كده. خلوا الجلابية تبقى جديدة، خلوا الوعاء يبقى جديد، وتحط الخمرة الجديدة في الجلابية الجديدة، في الوعاء الجديد، وتحط الرعاة الجديدة على جلابية جديدة. لازم نتوب، لازم نتغير. ساعتها الرقعة بتاعت الصوم مش هتبقى رقعة، هتبقى في سياق الحياة. عارفين لما يبقوا اتنين متجوزين وبقالهم فترة وكالهم حاجة بيسموها الخرس الزوجي، ايه الخرس الزوجي ده؟ انه هو قاعد باصص في موبايل، هي قاعدة باصة في موبايل، مش كلموش بعض، مفيش حوار. ماشي؟ فكل فين وفين بعد مثلا كل مرة في السنة يقول لها كلمة حلوة كده، فتحس انها ايه؟ رقعة. يا بقى كل حياتنا فيها صمت، فيها معاملة وحشة، فيها كلام يعني عدم اهتمام، وتيجي في الآخر تقول لي كلمة عاملة إيه؟ لكن لما يبقى الحياة فيها هات وخد، وفيها محبة، وفيها بذل وعطاء، ويجي يعمل حاجة أزيد، ما تحسش إنها رقعة، تحس إنها ماشية مع الإيه؟ مع سياق الحياة. من أخطر ما يواجه شباب الكنيسة هذه الأيام هو موضوع الرقعة ده. هو موضوع الرقعة، اني اعمل رقعة لحياتي. ليه؟ هروبا من تأنيب الضمير، هروبا من انه ما ينفعش ما اصومش، هروبا من اي حاجة، لكن ايه؟ مش مشكلة بقية حياتي. مهم جدا يا جماعة لازم نبقى فاهمين النقطة دي. العيشة عيشة التوب القديم، بس نحط لها شوية شوية رقعة. لازم نتوب، لازم نتوب، لازم نتغير. وساعتها الرقعة بتاعت الصوم مش هتبقى رقعة، هتبقى في سياق الايه؟ في سياق الحياه. ازاي؟ سؤال هنا بقى، ازاي التوب يبقى جديد؟ ها، ازاي التوب يبقى جديد؟ ازاي توبي انا يبقى جديد؟ ازاي حياتي تبقى جديد؟ فكروا، انا عارف ان التفكير بيتعبكم، بس فكروا. بص، معروف انه الانسان بياخذ الثوب الجديد فين؟ في المعموديه. خلاص يعني خلصانه بشياكه زي ما بيقولوا. انا باخد التوب الجديد في المعموديه، بلبس توب جديد، بيموت الانسان القديم ويطلع انسان جديد. حلو، فين بقى ده؟ نفس الكلام يعني، فين 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 يا جماعه المعموديه؟ فين الانسان الجديد؟ انا ما بنشوفش ده في حياتنا. بشوف انانيه، بشوف شهوه، بشوف طمع، بشوف خصام، بشوف حسد، بشوف حقد. ايه؟ فين فين فين؟ مفيش، مش موجود. طب يبقى ايه بقى؟ خدت المعمودية وانا صغير. الاباء بيقولوا ان التوبة هي معمودية ثانية. التوبة هي معمودية ثانية. لدرجة ان في قديس اسمه يوحنا الدرجي قال قول كده، يقول لك ايه؟ ان دموع التوبة بعد المعمودية قد فاقت اثار المعمودية. ولو ان هذا القول جريء، يعني القول ده جريء شوية. فاضل انه ابتدي اعيش البركه اللي انا خدتها في المعموديه. تتعاش ازاي؟ تتعيش الانسان لما يرجع لربنا ويتوب. هكذا تتجدد التوب. هنا الجلابيه تبقى جديده، هنا الانسان يبقى جديد. لكن انا تبقى حياتي منفصله تماما عن ربنا، وربنا مش رقم واحد في حياتي، بس بعمل رقع الصوم والحاجات الممارسات. واحد يجي يقول لي خلاص ما صومش. عارف لو المسيح كان قال الحل ده كنت هقول لك اوكي، بس المسيح ما قالش الحل ده. المسيح قال الحل الصح اللي هو ايه؟ لا، صوم بس خلي الجلابيه جديده، صوم بس خلي الوعاء اللي هتحط فيه الخمر جديد، اتغير.
كيف نأخذ الثوب الجديد؟ نأخذه بالمعمودية ونحياه بالتوبة. قبل ما تصوم توب، قبل ما تصوم يرجع لربنا. هذه هي الرسالة رقم واحد. لازم نتغير يا جماعة، لازم الجلابية بتاعت حياتنا تبقى جديدة. الجلابية القديمة دي مش هينفع، مش هتنفع، صدقوني ما هتنفع. اوكي، بس هنا بيواجهني سؤال غريب جدا، لماذا لا نتغير؟ فكروا، انا عارف انتم مش هتفكروا بس حاولوا تفكروا، ليه مش بنتغير؟ ايه معوقات التغيير؟ شايف نفسي صح، فخلاص انا مش محتاج للتغيير. تمام، ميلاد، ها، ما فيش علاقه مع ربنا فما فيش تغيير. ليه بقى ما فيش علاقه مع ربنا؟ ده السؤال. ها، تمام، ليه ما فيش علاقه مع ربنا؟ عشان في تشتيت. تمام، اوكي، حلو، في تشتيت، فانا مشتت خالص، فماليش علاقه مع ربنا، فمش بتغير. ممكن تشرحي لي يعني ايه بالتغيير عايز اراده؟ طيب هسالك سؤال، انا بغير نفسي ولا ربنا اللي بيغيرني؟ برافو عليك، كده انت ظبطتيها، فاهماني؟ انا ببقى عايز ربنا يساعدني. حلو، ايه كمان؟ ليه مش بنتغير؟ ها، ليه مش ماجد؟ ليه كسل؟ اسهل، ليه اسهل؟ فكر، دي بيسموها الروت كوز، اللي هو حاجه كده الدايجرام، انك ترجع لاصل الحاجه. ايوه صح، على فكره، انه الكسل، انا مكسل ابذل مجهود في سكه التغيير لانه الكسل ألذ ليا. ليه؟ الكلام انت قلته صح على فكره، بس في جذر طالع منه كل ده، في نقطه واحده طالع منها كل ده. نحن لا نتغير لاننا لا نريد، نقطه، عشان كده مكسل. عارف لما ببقى عايز بجد بصدق هيبقى الكسل، مش هيبقى فيه كسل. خدوها كده قاعده، صدقوني، اللي عايز حاجه، اللي عايز حاجه بيعملها، اللي عايز حاجه. راجع كده تاريخ حياتك، لما عوزت تخش الكليه الفلانيه تعبت وذاكرت ودخلتها، لما عوزت تعمل مش عارف ايه تعبت، لما عوزت تاخد لغه تعبت وذاكرت وخدتها. اللي عايز حاجه بيعملها. نحن لا نتغير مش لانه التغيير صعب في حد ذاته، لكن لا، لاننا لا نريد ان نتغير. ليه مش عايزين نتغير؟ حاجات كتير. فاكرين ربنا يسوع المسيح لما جه قرب على اورشليم، قرب على اورشليم، فبعدين قال لك ايه؟ فلما اقترب الى اورشليم نظر اليها وبكى عليها، وراح قال ايه؟ قال يا اورشليم، يا اورشليم، يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها، كم أردت، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، و و حتى حافظ الآية، وإيه؟ ولم تريدوا. يا إلهي، هضيع حياتي كلها عشان بس مش عايز، بس تخيل، ها يعني هروح في الأبدية، هروح في مكان مش كويس في الأبدية لمجرد إني ما كنتش عايز، بس ما كانش ليه مزاج. واخدين بالكم من النقطة الأولانية دي؟ يا جماعة، الصوم بركة كبيرة جدا، مفقود مفعولها. ليه؟ ليه مفقود مفعولها؟ لأنها روعة، لأنها روعة. لابد إن حياتنا تتغير، لابد نتوب، نرجع لربنا، نتغير. ليه مش بنتغير؟ خليكوا حافظينها بقى، خليكوا حافظينها. هتقعد تلف كتير 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 حوالين هذه الحقيقة، نحن لا نتغير لأننا لا نريد أن نتغير. لما بقى عايز أتغير زي ما حضرتك قلتي، ربنا هيديني النعمة وهيساعدني إن أنا أتغير. أوكي؟ لماذا الصوم مفقود المفعول في حياتي؟ لانه رعاه. ليه رعاه؟ لانه حياتي في حته والصوم ده حاجه تاني خالص. ايه الحل؟ ان انا اتغير، ان انا اتوب، ان انا ارجع لربنا.
وصلت الفكرة دي؟ خلي بالكم ده في كل العبادات بقى، في كل العبادات، في الصلاة، في الصدقة، في كله. لما الإنسان بيبقى جديد بيعمل الأمور بتاعت الحياة الجديدة، مش بتبقى رعة، بتبقى في السياق. فتيجي تكلمني عن بركة الصوم، أقول لك أيوة على فكرة، أيوة أيوة الصوم ليه بركة كبيرة، أنا مجرب كده، فاهمين؟ لكن تيجي تكلمني في أنا حياتي منفصلة خالص عن ربنا وبعمل الرعة دي، فيبقى إيه؟ خلاص أوكي هنصوم، الكنيسة صايمة، ما ينفعش من إيه؟ ما نصومش. وصلت الفكرة الأولانية؟ حد عنده سؤال فيها؟ الرعة يا جماعة، خلي بالكم من الرعة. يا رب حلو، ينفع تبقى طلبتنا على فكرة، ينفع أصلي الصلاة دي، أقول له يا رب خليني إنسان جديد، خليني إنسان جديد، ما بقاش مرقع، ما بقاش عندي رقع كده بعملها في حياتي عشان أريح ضميري، خليني أبقى إنسان جديد. الصوم والثوب الجديد، دي الفكرة الأولانية. وصلت؟ أرجوكم تاخدوا الكلام ده بمحمل الجد، دي حياتنا وما ينفعش نضيعها، ما ينفعش نضيعها، ماشي؟ عايز أصوم صوم كويس، أتوب توبة كويسة. عايز أصوم صوم مثمر، أتوب أتوب، أقولها لكم أهو تاني، أتوب أتوب. طب حتى في الخدمة، عايز أخدم خدمة كويسة، لازم أبقى إيه؟ تايب، لازم أبقى تايب. التوبة دي يا جماعة بتفتح كل السكك الروحية، كل السكك الروحية مفتاحها في كلمة اسمها التوبة. التوبة أرجع لربنا، أتغير، أبتدي أعيش معاه، فيبقى الصوم في سياق حياتي مع ربنا، مش مجرد إيه؟ مش مجرد روح. أوكي؟ حد عنده سؤال في الفكرة دي؟ حد عنده؟ اتفضل. التوبة قبل الصوم. اوكي. حلو. تمام اوكي. اسم حضرتك؟ ماريو. ماريو قال فكرة جميلة وحلوة بس عايزة تتظبط ظبطة بسيطة، هي جميلة بس عايز فيها ظبطة بسيطة. هو ماريو بيقول ايه عشان اللي ما سمعش؟ بيقول انه ما هو انا هتوب الاول ولا صوم الاول؟ ما هو انا لما هصوم هبقى بتوب، يعني فاهمين؟ او لما عايز اتوب ما انا هصلي، ما انا في الظبطة البسيطة. يا ماريو كلامك صح بس في ظبطة بسيطة، بس ايه الظبطة البسيطة؟ ان ابقى بفهم جوهر التوبة، يعني ايه توبة؟ واخد بالك؟ الحاجات التانية دي تولز، أدوات، لا أكتر ولا أقل، فهمني يعني؟ إيه هي التوبة؟ هي الرجوع على الله، برافو عليك، ده التعريف البسيط والسيمبل والآبائي للتوبة، ما هي التوبة؟ إن نرجع لربنا. لما بقول لك ارجع لربنا قبل ما تصوم، هل ده كده في السيكونس ده في حاجه؟ لا مفيش حاجه. الرجوع لربنا ده رجوع قلبي، انا برجع لربنا بقول له يا رب انا كنت عايش لنفسي، مش هعيش لنفسي، هعيش لك. انا كنت علاقاتي في حاجات غلط، لا يا رب ساعدني انه علاقاتي تبقى في حاجات صح. يا رب طريقه تفكيري كان فيها حاجات غلط، اولوياتي في الحياه كان فيها حاجات غلط، فاظبطني لو سمحت يا رب. فاهم؟ لما اجي اصوم بقى حتى الصوم هيبقى طعمه مختلف، لما اجي اصلي الصلاه تبقى طعمها مختلف، فهمني؟ دي الظبطة البسيطة. لكن هما طبعا جوه الصوم في توبة، جوه الصلاة في توبة، يعني متفق معاك تماما ان الحاجات دي جواها توبة، بس المهم ان اتجاه قلبي بقى فين. اتجاه قلبي بقى رايح لسكة ربنا، وانا بقى مع ربنا بصوم، وانا بصوم بتوب، وانا بتوب بصلي، وانا بصلي بتوب، وهكذا. فاهمين الفكرة دي؟ فلازم القلب يبقى متوجه الاول. يعني انا رايح اسكندريه، فهركب القطر اللي رايح فين؟ اسكندريه. خلاص وانا في طريقي من في القطر، جوه القطر من القاهره لاسكندريه، ممكن اتعب شويه، اريح شويه، القطر يبقى فيه مشكله، مش عارف ايه، لكن انا فين؟
في نفس الاتجاه الصح، لكن انا عايز اروح اسكندريه، رحت ركبت القطر رايح اسيوط اخر راحه وبصوم وبصلي، بس القطر رايح فين؟ راح فين؟ راح اسيوط. اتجاهه خاطئ. فالتوبه ده اتجاه حياه، اني دايما راجع لربنا، دايما اسرع ليا مخلص بفتح الاحضان الابويه. وصلت؟ فهمتني يا مريم؟ فالتوبه ده جوهر، جوهر كده، جوهر الحياه. وانا بقى برجع بعمل حاجات بس بعد التوبه، واخد بالك؟ حتى دايما دايما تلاقي حتى في صلوات الخدام وصلوات الاباء الكهنه دايما يصليها وهو رايح القداس، هو قبل ما يروح في صلوات كده سريه انه بيتوب، فاهمني؟ قبل حلول الروح القدس يصلي يقول يا رب، قبل حلول الروح القدس في قلب القداس من اجل خطاياي ونجاسات قلبي، بيعمل ايه هو دلوقتي؟ بيتوب. لا تمنع شعبك من حلول روحك القدوس. اللي انا اقصده ايه؟ مش مجرد يا رب سامحني، لا، مش مجرد يا رب سامحني، مجرد فكره اتجاه الحياه، اتجاه حياتي، اولويات حياتي مع ربنا. كل حاجه بعد كده هيبقى ليها طعم مختلف ومذاق مختلف. وصلت لكم الفكره دي؟ مهم قوي يا جماعه، مهم قوي 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 انه ما تبقاش ممارساتنا الروحيه مجرد رقع في ثوب وحش. حياه وحشه، حياه بعيده عن ربنا وبديها رقع. افكار بعيده عن ربنا، علاقات بعيده عن ربنا، طريقه حياه بعيده عن ربنا، وفي الاخر اديها ايه؟ اديها رقعه. مش هينفع ومش هيثمر، وده اللي واضح في حياتنا. امين. فربنا يعطينا توبه، ربنا يعطينا ان احنا نرجع له، نرجع له بجد، تغير حياتنا بجد، فلما نيجي نصوم نصوم، نبقى صايمين فعلا. امين. حد عنده اي مناقشه تانية؟ سعيد طبعا بمناقشه ماريو، ميرسي ليك يا ماريو. اوكي، الفكره الثانيه اللي في انجيل متى، الصوم ونقاوه الدافع له. مش هقرا لكم الشاهد خلاص عشان الوقت، مش عارف الوقت عامل ازاي. انجيل متى اصحاح 6 اللي هو اصحاح الكنوز اللي هو فيه حد من حد الصوم الكبير، كان بيكلمهم يقول لهم ايه؟ لما بتيجوا تصلوا ما تصلوش زي الفريسيين اللي كانوا بيقفوا في زوايا الطرق عشان يصلوا، لكي واخد بالك لكلمه لكي؟ لكي يظهروا للناس انهم ايه؟ بيصلوا. ولما تيجي تصوم ادهن راسك، ما تعمل ما تموتليش، ما تستموتش، ادهن راسك بزيت وكده، لكي لا تظهروا للناس صائمين، بل لابوك الذي في الخفاء، فابوك الذي في الخفاء يرى فيجازيك على علانية. ولما تيجي تعمل صدقه لا تعرف يمينك ما تفعل يسارك لكي ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. ايه المشكله هنا؟ انه كان الفريسيين بيعملوا الممارسات الروحيه حاجه حلوه بس بدافع غلط. حاجه حلوه بدافع، انا ممكن اساعد اخويا، اساعده في حاجه محتاج حاجه اساعده، بس انا عندي دافع تاني خافي ان انا محتاج له بعدين، ان انا هحتاج منه مش عارف ايه، ان انا عايز اخد منه حاجه. واخدين بالكم؟ الممارسة في حد ذاتها حلوة، لكن الدافع ماله؟ الدافع مش صح. أحيانا بتبقى في داخلنا دوافع غلط للممارسات الروحية. طيب أعمل إيه؟ أبطل الممارسات الروحية ولا أصلح الدوافع؟ ها؟ أصلح الدوافع بسيطة. لو أنا قلت أبطل الممارسات الروحية وأسيب الدوافع زي ما هي، الشيطان إيه؟ يسقف لي، برافو، هو ده اللي انا عايزه، اوكي برافو بقى، لا تصوم ولا تصلي وتروح الكنيسه ولا تتناول ولا تعمل اي حاجه وخليك زي ما انت. لا، انا اصلح الدوافع دي. في دوافع كتير للممارسات الروحيه غير صحيحه، زي الهروب من تبكيت الضمير، زي الهروب من تأنيب الروح القدس، زي مجرد المنظر قدام الناس، انا ما ينفعش ما بقاش كده. ده المرض اللي بيضرب الخدام، اغلبيه الخدام، اي حد في الخدمه لازم يعني ايه بلي ستايل كده معين، لكن في الداخل. وده الكلام اللي قاله اشعياء النبي للشعب، خليكي معايا يا اختي تصوني، ركزي معايا، اللي قاله اشعياء النبي للشعب في العهد القديم واقتبسوا ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد في انجيل مرقس، قال له هذا الشعب يكرمني بايه؟ بشفتي، وقلبه مبتعد عني بعيدا. نقطة مهمة، أنا بصوم ليه؟ بصوم ليه؟ اسأل نفسك، اسألي نفسك، لماذا نصوم؟ عشان الكنيسة صايمة، حلو، ليه برضه؟ أنت صايم ليه دلوقتي؟
لما المسيح يتكلم عن الصوم والصلاة والصدقة في إنجيل متى صح 6 قدم لنا دافع واحد مهم إنه يبقى عندنا، إنه أنا في علاقة بيني وبين بابا، بيني وبين أبويا. عشان كده قال، ما قالش الله الذي يرى في الخفاء، قال مين اللي يرى في الخفاء؟ أبوك. في علاقة بيني وبين بابا السماوي، أبانا الذي في السماوات، في علاقة بيني وبينه. هذه العلاقة هي الدافع اللي الموتيف، دافع يعني موتيف، محرك. المحرك اللي بيحركني إني أعمل ممارسات الروحية، الصوم، الصلاة، الصدقة، الخدمة، أيا كان. واصلة لكم الفكرة دي؟ أبوة ربنا لي، إحساسي إنه أنا مرتبط بالله أبويا، بيخليني ده اللي بيخليني اجري على اي حاجه تقربني من ابويا، صوم، صلاه، ايا كانت الممارسه ايه هي. الصوم وانا قوه الدافع له. دي الفكره الثانيه، لازم دوافعنا تبقى نقيه. على فكره حاجتين تقدر تحكم بيهم على اي فيرب بتعمله، على اي فعل بتعمله، الدوافع والاسلوب. الاسلوب اللي بعمل بيه، يعني اي حاجه، انا هصوم، ايه الدافع انا بصوم وبصوم ازاي؟ بس طيب انا هذاكر، ايه الدافع اللي بيخليني اذاكر وهذاكر ازاي؟ انا هشتغل، ايه الدافع اللي بيخليني اشتغل وهشتغل ازاي؟ تقدر لازم الاثنين يبقوا كويسين. يعني ايه؟ يعني انا هشتغل، ايه الدافع اللي بشتغل؟ عشان مثلا هجيب اكل لقمه عيش ليا ولبيتي، تمام اوكي. هتشتغل ازاي بقى؟ هسرق، باظت البروسيس، باظت هنا، حصل حاجه في الحاجه، حصل حاجه في البروسيس. طيب لا، مش هسرق، هشتغل بما يرضي الله وتمام التمام، بس الدافع هاخد القرشين اللي هيطلعوا لي اشرب بيهم حاجات. الدافع هنا ايه؟ الدافع هنا غير نقي. الاثنين لازم يبقوا مظبوطين. ده في كل التصرفات على فكره، ده السمبل واي، الطريقه البسيطه للحكم على اي تصرف بتعمله في حياتك، ان تحكم على الدافع المحرك له وعلى الطريقه التي تفعل بهذا الفعل. اوكي، الصوم، ما هو الدافع المحرك لشعب كنيسة، شعب الكرازة المرقصية، لكي يصوم صوم الميلاد؟ بلاش، سيبك من الجماعة كده، ده عايز علم اجتماع. الدافع الذي يحركني كفرد في الكنيسة إلى الصوم، إني أصوم صوم الميلاد. دايما تسأل نفسك، إيه الدافع؟ أنت جاي الاجتماع النهاردة، إيه الدافع؟ ها؟ ايه الدافع اللي خلاك تقوم تلبس تنزل تركب مواصلات تيجي تقعد في الكنيسة؟ ما هو الدافع؟ شوف بقى دوافعك يا صاحبي. في ناس بتيجي عشان تقابل ربنا، في ناس بتيجي عشان تتوب، في ناس بتيجي عشان تقابل حد تاني، في ناس بتيجي عشان تغير جو، اوكي ايا كان، بس لازم يكون الدافع نقي. امين. الصوم والدافع للصوم مهم يا جماعه، جدا مهم جدا. خد دي بقى طبها على الصوم وعلى الصلاه وعلى اي فرع من فروع العباده في الحياه الروحيه. يبقى اول فكره كانت الصوم والتوب الجديد. احنا محتاجين نتغير. وخليكم فاكرين لماذا لا نتغير؟ ها؟ لاننا لا نريد. نقطه ومن اول السطر. اول ما تريد يا صاحبي يسوع هيديك القوه، تقلقش. فاكرين الرجل المخلع اللي كان مرمي على البركه؟ يقول لك هذا راه يسوع علم ان له زمانا كثير، فاقترب منه راح ساله سؤال، قال له ايه؟ اتستطيع ان تبرق؟ قال له كده؟ قال له ايه؟ اتريد ان تبرق. ودايما اقول هذه الجمله، ان الله لا يسالني عن القدره لكنه دايما يسالني عن الرغبه. عايز ولا مش عايز؟ عايز يا رب. امين، اديك القوه. اوكي، فدي اول فكره في الصوم، الصوم والجلبيه الجديده او الطبيعه الجديده او الثوب الجديد. الفكره الثانيه الصوم والدافع له. الفكره الثالثه، مش عارف الوقت اخباره ايه، الساعه 8، الناس اللي ماسكين تايم مانجمنت مش باين، خلاص هعديكم عليه لغايه ما يجوا يقولوا لنا خلص. النقطه الثالثه دي نقطه مهمه، أرجوكم تركزوا معايا فيه. الصوم وحاجة اسمها الإماتة. الصوم ده فرع في باكج كبيرة في الحياة الروحية اسمها الإماتة. في باكج كده، عارفين يقول لك إيه؟ خد الباكج دي على بعضيها، عرض سعر مغري. في حاجة في الحياة الروحية اسمها الإماتة. تمويت يعني، إنك تموت حاجة يعني. الصوم ده فرع في الباكج دي. أوكي؟ طيب.
ليه بقى بقول كده؟ لانه دايما حتى في تعليم ابائنا يركزوا انه يا جماعه الصوم مش صوم الاكل. ارجوكم تركزوا، الصوم مش بس صوم الاكل فقط. هم ليه يا ابائنا؟ لا، صوم اللسان، صوم الفكر، صوم العينين، صوم وهكذا. صوم انك تمسك السيره، صوم انك تتكلم عن حد مش كويس، صوم الادانه، انك تصوم عن الحاجات دي. ده ايه ده؟ دي حاجه اسمها اماته. عندنا في هذه الايام ثلاث مشاكل بيواجهوا الشباب في هذه الايام. هقول لكم ثلاثه ايه، وهناخد واحد منهم واحده خاصه شويه بالصوم. المشكله الاولانيه حاجه اسمها تاليه الرغبه. تاليه الرغبه يعني ايه؟ الرغبه هي الاله، ماشي؟ دي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه اسمها تاليه المشاعر. يعني ايه؟ المشاعر هي الاله. المشكله الثالثه اسمها غياب التركيز، وخصوصا في الحياه الروحيه. الاتنشن، الابسنس اوف اتنشن، غياب التركيز، مفيش تركيز، مفيش تركيز، مفيش تركيز، مفيش تركيز. اهدى كده وركز كده معايا. تقدر تقعد تفكر في موضوع واحد كويس، موضوع كويس مش موضوع غلط، لمده 5 دقائق تفكر فيه بعمق وتجيب عمقه فعلا؟ لا، مش هتقدر. ليه؟ مشتتات كتيره في هذا العصر، مشتتات كتير، ماشي؟ فهناخد اول مشكله بس اللي هي تأليه الرغبه. يعني ايه تأليه الرغبه؟ يعني ما يحكم جميع تصرفاتي ليس المبادئ لكن رغبتي. اهم حاجه رغبتي. المهم انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ اللي انا عايزه ده لازم يتعمل. اللي انا عايزه ده اسمه ايه؟ تأليه الرغبه. اللي انا عايزه لازم يتعمل. عايز انجح لازم، والنجاح ده حاجة حلوة خلي بالكم، ماشي؟ ده في حاجات بقى وحشة يعني، بس كل الأمور تخدم على الرغبة دي. وربنا لازم يبقى ربنا اللي بينجح وربنا اللي بيعمل، حتى لو مش هعمل الأمور المطلوبة مني في سكة النجاح، بس لازم الرغبة إيه؟ تأليه الرغبة. أنا عايز في السكة بقى السيئة يعني، أنا عايز أعمل خطية، خلاص الرغبة. لدرجة انه مرة سمعت تعريف من هو الانسان الحر. مين الانسان الحر؟ من هو الانسان الحر؟ يقول لك ايه؟ الانسان الحر هو الانسان الذي تحررت ارادته من قبضة رغبته. ايه ده؟ السؤال يعني ولا ايه؟ اوكي، اخر معاد للكلمة 8 و10، ده اللي مكتوب في الورقة يعني، فاضل 10 دقائق. اوكي، الانسان الحر، من هو الانسان الحر؟ هو الانسان الذي تحررت الاراده بتاعته من قبضه الرغبه بتاعته. ركز بقى في الصوم بقى، ايه انقل بقى على الصوم بقى، انا عايز اصوم انقطاعي، ماشي؟ فابتديت عايز اصوم، فبقى عندي رغبه ان انا اكل، عايز اكل، جعان. الرغبه هنا لايه؟ للاكل. امتى الانسان يبقى حر؟ لما يقدر يقول للرغبه، مركزين؟ لما يقول للرغبة لا. طيب أنا الشهوة بتخبط على بابي، إمتى بقى حر من الشهوة؟ مش لما ما تخبطش. الشهوة هتخبط يعني هتخبط، عشان تبقوا عارفين يعني، الشهوة هتخبط على باب كل الناس، كل الناس، والكبير والصغير واللي عدى والمتقدم في الحياة الروحية والمتأخر في الحياة، كله 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 الشهوة هتخبط على بابه، مش حد مش هتخبط. لكن إمتى أبقى حر من الشهوة؟ لما لما أقول لها لا، لما الرغبة، لما الإرادة بتاعتي لا تستجيب للرغبة. ده الانسان الحر. هنا تيجي فكره الصوم، انه مش انا الاساس، مبادئي هي الاساس. والمبادئ انا جايبها منين؟ مبادئ الله، بس ببساطه مبادئ الله هي الاساس في حياتي. واصل لكم الفكره دي؟ عشان كده بنسميها حته اماته. لا، انا جعان عايز اكل، لا بس دي حاجه صعبه شو، لا مش تاكل دلوقتي، هتاكل في الميعاد اللي متحدد في القانون الروحي. ده في الاكل. تيجي بقى في الصوم بالمعنى الروحي بقى، فلان ده مضايقني، فانا هبتدي اتكلم عنه كلام وحش يشوه صورته قدام الناس، اعمل ايه؟ فين الحريه هنا؟ اعمل ايه؟ لا، انا عندي رغبه هنا ان انا اشوه صوره فلان، لكن الاراده لما تبقى حره لا. شفت الرابطه مع الصوم؟
الصوم ده فعل إماتة يا جماعة، فعل إماتة لكل الرغبات الشريرة، ما نخلي الإرادة تبقى متحررة منها. طب ده بيتم إزاي؟ بيتم إن الإنسان بيسلم نفسه لربنا وربنا يعمل فيه الحاجات دي. يعني فيش واحد أشطر من واحد، لا، الشطارة في حتة واحدة بس، إنك تسيب نفسك في إيدين ربنا، إنك يبقى ليك علاقة مع الله، إنك يبقى ليك علاقة مع ربنا. وصل لكم الفكرة الثالثة دي؟ فلا يا رغبتي لن تكوني رقم واحد، مبادئي اللي اتعلمتها من الكتاب المقدس واللي اتعلمتها في الكنيسة هي اللي هتكون رقم واحد، وهقول لا بنعمة الله. عشان كده سليمان الحكيم رغم انه امتلك كل حاجة، امتلك كل حاجة في الحياة، لكن لما جه يقول عن مين افضل من مين، قال لك ان مالك روحه خير من مالك المدينة. مالك، متخيل لما يبقى عندك مدينة، لما تبقى الزيتون دي كلها بتاعتك، تخيل سليمان بيقول لك لا لا، اهدى اهدى اهدى، ريح ريح ريح، لو انت مالك روحك يعني لك قدره على الانضباط، ليك قدره على التحكم في رغباتك، لو انت مالك روحك بجد افضل ما تبقى مالك الزيتون كلها ومش مالك روحك، مالك مصر كلها ومش مالك روحك، افضل انك ساعتها تبقى انسان حر، حتى لو كانش عندك امكانيات ماديه الهائله، بس تبقى انسان حر. طب انا بعملها ازاي؟ املك روحي ازاي؟ انت لا تستطيع ان تملك روحك الا بعمل الله فيك. اعمل ايه يعني؟ انا ادي فرصه لربنا يشتغل فيا. شفتوا الحياه الروحيه بسيطه ازاي؟ بسيطه. كل ما ادي ربنا فرصه يشتغل في اعماقي وفي حياتي، كل ما ابتدي املك نفسي، املك نفسي، الاقي نفسي، الاقي حياتي. اوكي، نراجع. الفكره الاولانيه كانت الصوم والايه والتوب الايه، ها نمتوا، التوم والثوب الجديد. لازم الثوب يتجدد. الثوب هنا هي حياتي، اول ان اول حياتي على بعضيها لازم تتغير، لازم تتجدد. اتجاهات تفكيري، اولوياتي، علاقاتي لازم يحصل فيها تجديد. كيف؟ كيف نتغير؟ بالرجوع على الله. لماذا لا نتغير؟ لا نريد. اول ما تريد ربنا هيعطيك النعمه للتغيير. دي الفكره الاولانيه. الفكره الثانيه في الصوم، الصوم والدافع له، لابد ان الدافع يكون نقي. انا بصوم علشان في سكتي مع ربنا، بصوم عشان بقدم لبابا السماوي حاجه، بصوم علشان ارتقي في الحياه، لازم يكون دافع نقي، والاسلوب كمان يبقى نقي. والنقطه الثالثه الصوم والاماده. اوكي، لما تقرا اشعياء اصحاح 58، ده بيسموه اصحاح الصوم. ايه الفكره في اشعياء؟ الشعب عملوا ايه؟ كانوا عايشين بعيد عن ربنا، زي ما قلت لكم في الفكره الاولانيه، التوب وحش جدا، عايشين بعيد عن ربنا، شعب اسرائيل. كان كل حاجه تلاقي، عبدت اوثان شغال، زنا شغال، شذوذ جنسي شغال، بلاوي زرقاء. ماشي، وبعدين حسوا انه الاعداء بقى وابتدوا يتهزموا، فراحوا صاموا. صاموا. وبعدين اتهزموا، ومفيش أي حاجة، مفيش بركة في حياتهم، فراحوا ربنا يقولوا صمنا وما عملت لناش حاجة، أذللنا أنفسنا ولم ننتفع شيئا. ربنا قال لأشعياء روح قول لهم كده، أنتوا بتقولوا صمنا وما استفدناش حاجة، ذلينا نفسنا في الصوم وما استفدناش حاجة، أقول لهم أليس هذا صوما أختاره؟ أقول لكم بقى الصوم، اقروا بقى أشعياء 58، مفيش وقت نشرحه. الصوم تعمل كذا وكذا، هو تقريبا اللي احنا حكينا فيه. بس في فكرة اللي هي فكرة الإماتة امتدادا ليها، هي خروج خارج الذات. من ضمنها مثلا يقول لك انك تكسر رغيفك انت للجائع. طب ما هو رغيفي، طب ما انا هبقى جعان، يقول لك لا تقسمه بالنص. لو انت شفت حاجة، الرغيف هنا مش بس الرغيف العيش، لكن كل ما امتلكه، يعني امتلك مشاعر اساعد غيري بمشاعر، امتلك فكر اساعد غيري بفكر، امتلك وقت اساعد غيري بالوقت، اقسم معاه الوقت. فده ايه ده؟ ده خروج خارج الذات، يعني اطلع بره نفسي، ما بقاش نفسي هو انا سنتر وكل الدنيا تلف حواليا، كل الدنيا تلف حواليا، كل الدنيا تلف حواليا وحوالين رغبتي. امين. اتمنى اكون اديتكم مفاتيح. عايز تخش الصوم بجد؟ الصوم ده والصوم اللي جاي والصوم اللي بعده والصوم اللي بعده، توب توب توب، ارجع لربنا، ارجع لربنا، ابدا علاقه مع ربنا، تلاقي نفسك دخل الصوم صح الصح. امين. لالهنا المجد الدائم من الان والى الابد، امين. نشكر مستر